فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية معجزة مسلمون بسببها. يا سبحان الله، يعني هذا وجه جميل من أوجه. يعني انظر إلى قوة هذه دي. تصور إحساس هذا الشخص الذي يحلل ويبحث ثم يكتشف هذه الآية، كم كمية الخشوع في قلبه، ألا تقوده إلى الإسلام؟ سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر، سبحان منزل ذكره جل الحكيم. هذا الكتاب النير بالنور هل يبشر آياته فيها الهدى، أين المعاند ينظر والروح يقرأ وحيه في كل عصر يبهر، هو خاتم الكتب التي من عند رب تبشر. سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر، سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر، جل الحكيم القادر. الحمد لله وكفى، وسلام على النبي المصطفى. أحبتي الكرام، نتابع معكم حلقة جديدة مع أنزله بعلمي. وربما يتساءل البعض، لماذا اختار ضيفنا الكريم معد هذه الحلقات الجميلة هذا العنوان؟ هذا العنوان أخذ من قوله تعالى: قل الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. نرحب بداية معكم بضيفنا الدكتور عبد الدائم الكحيل. مرحبا بكم يا دكتور. مرحبا بكم واهلا وسهلا، تشرفنا بيك وجزاك الله خير. جعل الله هذه الحلقات في ميزان حسناتك باذن الله، حسنات كل من يساهم في هذا العمل. نعم فريق العمل نرحب بهم في هذا اللقاء، ونسال الله ان يتقبل منا ومنهم. دكتور، نبدا حلقتنا بسؤال احيانا يكون شبهه نرد عليها، واحيانا يكون تحفيزا ايمانيا. فسؤالنا اليوم: هل مر بكم في قراءتكم، في اطلاعكم، ان هناك بعض العلماء، هل هناك بعض العلماء من الغرب هداهم الله بسبب بعض الآيات أو الإعجازات في القرآن الكريم؟ لعل بعض من يستمع لا يعرف هذا الكلام، فنريد يعني أن نعرف من بحثكم واطلاعكم هذه المعلومة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الكثير والكثير والكثير يهتدون كل يوم بسبب التوافق الكامل الذي يلمسه هذا المهتدي بين القرآن الكريم وبين حقائق العلم الحديث. سبحان الله. وبالتالي نجد أن الإسلام يدخل إلى قلوب هؤلاء وعقولهم معا. طبيب فرنسي أشرف على تحليل جثة فرعون هو الطبيب موريس بوكاي، وهو عضو الجراحين الفرنسيين الذين يعني كانوا متخصصين بالأمور الدقيقة. سبحان الله، صاحب مكانة علمية. نعم، وعندما جاءت جثة فرعون هو أول من كشف عنها. جميل. وقال: سوف أنبئكم الآن بأسرار لأول مرة يعرفها رجل في تاريخ هذا الفرعون. حلو. وعندما بدأ التحليل وجد أن هناك كسور على عظام فرعون وبعض الأملاح العالقة، قال: هذا الرجل لابد أنه غرق ثم نجا بأعجوبة وتم تحنيطه بسرعة قبل أن تلتهمه الأسماك، لأنه نزل إلى أعماق، لأن الكسور ناتج عن ضغط الماء الشديد. سبحان الله. وبالتالي فهذا السر أنا أكشفه، وهو فرح. وكان ضمن فريق البعثة المصرية رجل مسلم، قال له: يا دكتور، سأهمس في أذنك أن هذا الكلام نحن نعرفه المسلمون. عجيب. قال: مستحيل. قال: الله تعالى يقول لفرعون: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية.
الله أكبر. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. جميل. هذا الرجل صعق طبعا. قال هذا الكلام لا يمكن أن يكون صحيحا، وإن كان صحيحا هناك شيء ما. فجاء ودرس اللغة العربية وأسلم وألف كتابا، الكتب المقدسة الثلاثة على ضوء العلم الحديث، وأثبت بلغة الطب الله أكبر ولغة الأرقام أن القرآن هو الكتاب الوحيد الذي لا يتناقض مع العلم أبدا. الله أكبر. سبب آية كانت هدايته على يد، والآية تقول يد هذا المسلم سبحانه. الآية تقول فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، معجزة يسلمون بسببها. يا سبحان الله، يعني هذا وجه جميل من أوجه. يعني انظر إلى قوة الله أكبر. هذه تصور إحساس هذا الشخص الذي يحلل ويبحث ثم يكتشف هذه الآية، كم كمية الخشوع في قلبه. ألا تقوده إلى الإسلام؟ الله أكبر الله أكبر. آلاف الأمثلة طبعا. جميل جميل جميل. هناك أناس اهتدوا بسبب دقة كلمات القرآن في استعراضه لحقائق الكون. جميل. مثال على ذلك، في عملية حاسوبية ضخمة جدا قال عنها العلماء أضخم عملية حاسوبية في التاريخ كله. ما هي؟ اجتمع علماء من عدة دول أهمها الولايات المتحدة وبريطانيا. جميل. وأمريكا وكندا وألمانيا. الله. في ألمانيا هناك باحث اسمه بول ميلر طرح سؤالا، قال أنا أريد أن أعرف ما هو شكل الكون إذا نظرنا إليه من خارج الكون. طلب عجيب. كانوا يتوقعون شكل كروي، شكل مجرات مبعثرة، لأنك بعينك وبالمراصد الفلكية وحتى بالدراسات العلمية لا تستطيع أن تدرك شكل الكون بسبب الأبعاد الهائلة. سبحان الله. يعني تصور أنا لدي في الكون 100 مليار مجرة. في كل مجرة 100 مليار نجم، وهذا جزء من الكون. هناك السحب الدخانية. الله أكبر. وهناك الكواكب والنيازك وهناك المادة المظلمة التي تشكل أكثر من 96% من الكون لا نراها. الله أكبر الله أكبر. وكل ما كشفه العلماء لا يتجاوز أقل من 1%. وما أتيت من العلم. يعني هذه 100 مليار مجرة هي 1% من الكون. شيء لا يتحمل عقل هذا الكلام والله. فقاموا احتاجوا إلى سوبر كمبيوتر، وهو كمبيوتر عملاق. نعم. هذا الكمبيوتر فيه إمكانيات هائلة جدا في الحسابات، فأدخلوا بيانات حول أكثر من 10 ملايين مجرة. أدخلوا الداتا والبيانات بتاعتها. نعم. كل مجرة موقعها وإحداثياتها وسرعتها وحجمها ونوعها إلى آخره يعني. أدخلوا معلومات عن البناء الكوني، عن السحب الدخانية، يدون كعمل رسمي يعني. وأدخلوا قوانين الفيزياء، لأن القوانين يجب هي التي أن تضع كل شيء الروابط في مكانه. نعم. نعم. وأدخلوا ما توصلوا إليه من اكتشافات علمية. جميل. ورسم لهم هذا الكمبيوتر صورة لتوزع المجرات. سبحان الله. أسموها مباشرة كوسميك ويب، النسيج الكوني، على الفور. تسمية علمية. وقالوا نحن أمام نسيج ولسنا أمام شكل عادي. يمكن أن نرى إذا أحببت هذا النسيج. الله، موجودة هذه الصورة. نعم، معروفة في يعني هذه الصورة التي سننظرها من معهد ماكس بلانك الألماني. جميل. الذي جميل. هو قام بمعالجة هذه المعطيات ورسم هذه الصور الرائعة. انظر. سبحان الله. هذه خيوط لا أحد يشك بأنها نسيج. كل نقطة مضيئة هي تجمع للمجرات. أنت المجرات لا تراها هنا. نعم. النقطة هذه المضيئة هنا مثلا مضيئة. نعم. فيها 30 مجرة مثلا. الله أكبر. يعني المجرة لا ترى بهذا الشكل، تصور. كل خيط يقولون ينتهي بعقدة، يعني تصطف المجرات على خيوط طويلة ودقيقة وتنتهي بعقد، هي النقاط المضيئة هذه التي تراها. الله أكبر. النقاط المضيئة هي تجمع للمجرات، أشبه بطرق، حتى إن هذا الباحث الألماني بول ميلر
قال إنها إننا أمام مدينة، كأننا أمام مدينة سريعة تجري المجرات بسرعة وتقف عند عقد وتشكل نسيجا محبوكا بإحكام. كيف لا تصطدم هذه المليارات ما أقول الملايين، ولا يحدث أي خلل بسبب قوة القوانين الكونية، لأن قوانين الكون صارمة، لا يوجد شذوذ ولا مليمتر عن مسار المجرة المرسوم لها. ليست القوة فيها، في قوة من أحكمها، قوة من أحكمها. هذا أحسنت. شيء يدخل أحسنت. على القلوب برغبة. سبحان الله. نعم. فاحتاج هذا الباحث لأبحاث كثيرة ليصف هذا النسيج وليخرج بنتيجة أن هذا النسيج أولا هو نسيج قوي جدا، صفات النسيج جميل، وأنه بالإضافة إلى أنه قوي ومحكم متعدد، يعني ليس مستويا بل هناك طبقات وخيوط، يعني شبكة ثلاثية الأبعاد. الله أكبر. نعم. الصفة الثالثة أنه يتميز بميزة الطرق التي تجري فيها هذه المجرات. سبحان الله العلي القدير. طيب، هذه الصفات الثلاثة أضاف إليها باحث آخر صفة رابعة، هي قوة الجاذبية الهائلة التي تمسك هذا النسيج. الله تعالى قال: والسماء ذات الحبك. في تفسير القرطبي فسرها على عدة أوجه. أولا قال: الحبك معناها النسيج، والنسيج المجاد المحكم وليس النسيج العادي. سبحان الله. كما وصف. نعم. نعم. الوجه الثاني: السماء ذات الحبك ذات الطرائق، الطرق. الله أكبر. يعني شيء وكلام شيء مفسرين يعني من مئات سبحان وعشرات الله. مئات سبحان سنين الله. يعني الإنسان يقف يعني أمام. والوجه الثالث أنها ذات الخلق الحسن المستوي، والوجه الرابع ذات الشدة والقوة. هذه الألفاظ في التفسيرات، في تفسير القرطبي، من أحب أن يرجع إليه. لا إله إلا الله. كيف يأتي هذا التفسير قبل أكثر من 1300 سنة، أو قبل أكثر من، طبعا هو من 1400 سنة موجود لأنه نعم. مأثور عن التابعين والصحابة. الصحابة نعم. يأتي كما نراه اليوم في القرن الحادي والعشرين. الله أكبر. هذه إن كانت تدل على شيء فإنما تدل على سبق هذا القرآن لكل علوم الأرض مهما بلغت. ذكرني هذا المشهد منذ يومين دكتور وأعزائي المشاهدين، يعني رأيت فيديو يطلقوه على مواقع التواصل داخل عليه بالملايين، يضعون فيه كيف القطارات تسير في اليابان، فيضعون القطار يسير ثم يأتي المجرى بتاع القطار بعد ثواني معدودة يضم إلى مجرى آخر ليأتي القطار آخر يأخذ مجرى، وهكذا تتحرك القضبان كل بضع ثواني وتسير عليها القطارات بانتظام، وملايين يدخلون على هذا المشهد متعجبين. فما بالنا بهذا المشهد بمقارنة هذا النسيج لمجرات لا قطارات تسير وتتحرك سبحان بقدرة الله. من لا يغفل ولا ينام. حبة الكرام، لا تعليق إلا أن نقول: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. صدق الله العظيم. أنزله بعلمه. أهلا ومرحبا بكم من جديد، ومع استكمال رحلاتنا وليست رحلة واحدة الإيمانية مع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، نرحب بك دكتور بالمرة الثانية. أهلا وسهلا. يعني معك الكلمة التي تسعد بها قلوبنا بذكر الله تبارك وتعالى. إن شاء الله. الحقيقة هذه الاكتشافات الكونية كما قلنا تكون سببا في هداية كثيرين. لماذا؟ لأن القرآن يأتي ليس مطابقا للعلم بل متفوقا عليه. لماذا؟ أنت اليوم في أي لغة من لغات العالم لا تستطيع أن تعبر عن حقيقة النسيج الكوني بكلمة واحدة، يستحيل، ما تجيش أبدا. ولذلك قال سبحانه وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الله أكبر. كلمة لها أربعة معاني يستخدمها الله تعالى ويضعها في الموقع الصحيح. سبحان الله.
سبحان الله. وهنا القسم ليس عبثا، سبحان الله. هذا القسم وجه أصلا في القرآن إلى المشككين، والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. إيه الرابط بقى بين الآية وبين القسم؟ المختلف في اللغة المضطرب المتناقض، هذا معناه الدقيق. يا سلام. وبالتالي أيها الملحد، أيوة، أنت ترى هذا الكون بهذا النسيج المحبوك. الله أكبر. وتسمع الآن كلام الله تعالى الله يحدثك الله عنه. نعم. ثم تنكر وجود الله، هذا هو إنكم لفي قول مختلف. كأنه يريد أن يقول إن الكون محبك منظم معترف بقدرتي على أما أنت فمختلف، الكون الذي لا يعقل غير مختلف على وحدانية الله، أما أنتم أيها المنكرون ففي قول مختلف. عجيب الربط ده يا دكتور. كذلك كلمة الحبك هي كلمة جمع ليست مفرد، سبحان الله، هي جمع لكلمة حبيكة. الله على المعلومة. نعم. والبحث العلمي يقول إنه نسيج متعدد جمع. يا الله. حتى على مستوى صياغة الكلمة. الله، أمنت بالله. تصور ثلاث حروف، حبكة حبك. إذا أحببت أن نرى بعض التوثيق العلمي لترى كيف يتحدث علماء الغرب وكأنهم قرأوا القرآن، نفس الألفاظ يأتون بها ونفس الكلمات ونفس الكلام يقولونها، ولكن الكلمة القرآنية تجدها في أبحاثهم يشرحونها عبر مراجع وكتب مراجع ومئات الكلمات. نعم نعم نعم. إذن نحن أمام نسيج، العلماء كشفوا هذا النسيج. هنا يعني سوف نرى بحثا لجامعة كورنيل 2017 يسمونه نسيج الكون، نسيج الكون المحبوك. انظر، يعني انظر، ويف في اللغة الإنجليزية أصلا معناها حبكة. سبحان الله. وعندما قاموا بأبحاث أخرى مثل هذا البحث مثلا عن الخلفية الإشعاعية للكون، وجدوا أن هذا النسيج هو الذي يمسك الكون، يمسك المجرات بعضها ببعض. سبحان الله. هولد، يمسك. سبحان الله. انظر. وبالتالي فإن مثل هذه الأبحاث التي نراها أمامنا، يعني هذا بحث آخر مثلا يقول لك شبكة من المادة المظلمة أيضا يمكن رؤيتها في هذا الكون الخفي، حتى المادة التي لا تراها محبوكة حبكا، المادة المظلمة التي تشكل هي والطاقة المظلمة 96% من الكون حبكت أيضا مثل نسيج محكم. وبالتالي فإن القرآن عندما قال لك والسماء ذات الحبك، انظر هذه الخيوط، النسيج كلها مجرات هذه. سبحان الله. عندما قال لك والسماء ذات الحبك إنما أخبرك عن حقيقة كونية يقينية تراها أنت وحقيقة لا تراها أيضا. الله أكبر. وهي المادة المظلمة. المادة المظلمة. والتي اكتشفت حديثا وتبين أنها تتبع نفس تركيب هذا النسيج الكوني. وهذا مصداق قوله فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. الله. سبحان الله. عجيب. إذن يعني أنا حقيقة كإنسان منصف أسمع كلمات الله سبحانه وتعالى، وأسمع أن الله عبر عن هذا النسيج الذي نراه والذي لا نراه بنفس الكلمة، واستخدم كلمة ذات. ذات يعني ذات الخصائص. سبحان الله. وهذه الخاصة من أهم خصائص السماء اليوم. الله أكبر. الله أكبر. من يستطيع أن يعبر بهذه الكلمات وهذه الحروف القليلة عن كل هذا الكم من الحقائق الكونية؟ ولا زال هناك المزيد سيكتشفه العلم. الله أكبر. إلا أن يكون إلها واحدا لهذا الكون سبحانه وتعالى. بارك الله فيك دكتور على هذه المعلومات وهذا الإثراء العلمي الجميل. يعني أتوجه برسالة إلى من يسمعني الآن، أقول له احقل، تدبر وفكر، والله سيأتي على من ينكر
هذه العظمة وهذه الحقائق التي لا جدال فيها، يأتي عليه وقت كما وصف القرآن، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتدبرين لآياته ومن العاقلين، اللهم أمين. الوحي هل معطرا بالخير جاء منورا، والغار غرد ذكره جبريل يقرأ كررا. قد أحكمت آياته بالخير فاض وبشرا، ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا. ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا.